دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى المنطقة الصناعية في بياض العرب بمحافظة بني سويف. هنزور هناك محلق الفريد. هذا المحلق أنشئ سنة 2006 بتمويل من البنك الأهلي المصري، ولكن شاءت الأقدار أن يتعثر بشكل عنيف جداً في العام 2007، وبعد دراسة موقف هذا المحلق في البنك الأهلي المصري تقرر إنعاش هذا المحلق وإنقاذه من التعثر والانهيار. خليكم معنا. المحلق أول خطوة تصنيع بعد جني القطن المصري، وفيها بنفصل القطن الشعر عن البذرة والشوائب، بعدها بيتكبس في صورة بالات ضخمة من 200 ل 220 كيلو جرام. في اللحظة دي بتكون الأقطان المصرية الشعر جاهزة إنها تتجه للتصدير أو لمصانع الغزل والنسيج المصرية. دلوقتي حضراتكم في محلق الفريد للأقطان المصرية في المنطقة الصناعية ببياض العرب في محافظة بني سويف، واللي أسسه المهندس أحمد فريد عام 2007 باستثمارات بلغت 6 ملايين جنيه بتمويل من البنك الأهلي المصري، وكان ضمن مبادرة إنشاء 1000 مصنع اللي الدولة قررت مساندتها في المناطق الصناعية وخصوصاً في جنوب مصر. وانطلق العمل بطاقة 72 دولاب حلق، ونجح في جمع الأقطان من محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا والفيوم، وحقق نتائج متميزة في القطن الشعر والبذرة وقطن الاسكارتو، لكن للأسف تعرض للتعثر سنة 2008، يعني يدوبك اشتغل سنة لأنه تعاقد على توريد أقطان بقيمة 80 مليون جنيه وما قدرش يحصل قيمتها. المهندس أحمد فريد واللي في الأصل كان وكيل أول وزارة الموارد المائية والري في محافظة بني سويف، وأسس محلق الفريد بعد إحالته للتقاعد، وكمان شركة توشكا لإنتاج وتجارة تقاوي القمح والأرز وغيرها، توجه للبنك الأهلي المصري اللي سنده من أول يوم وعرض أزمة محلق الفريد كاملة وبوضوح، وطلب جدولة المديونية وإقراضه مجدداً لمساندة المحلق. طبعاً البنك الأهلي المصري درس حالته بدقة وقرر إعادة إنعاشه ومنحه قروض مجدداً لشراء الأقطان من المزارعين لضمان تشغيله بهدف حمايته من الانهيار وسداد مديونيته لصالح البنك الأهلي المصري. الحكاية فيها قصة نجاح كبيرة جداً، سواء من المحلق وإدارته أو من البنك الأهلي المصري. ركزوا مع المهندس أحمد فريد رئيس شركة الفريد لحلق الأقطان المصرية، واللي هيكلمنا عن المحلق وأزمته وعملية الإنقاذ اللي نفذها البنك الأهلي المصري وسدد خلالها حوالي 175 مليون جنيه للمحلق لشراء الأقطان مجدداً، وجدول 80 مليون جنيه. حضرتك في 2006-2005 قررت أنك تشتغل في حلق الأقطان. بالزبط. قبلها كنت وكيل أول وزارة الري. وبخبرات السنين بدأت هذا المشروع. تمام. ما قدرتش تشم نفسك، صح ولا لا؟ فتحنا المصنع سنة 7. 8 اللي حصل؟ 8 إحدى شركات وردنا لها القطن ما سددتش القيمة بتاعته، حصل لي عجز حوالي 80 مليون جنيه. خطبت كل الناس ورافق. المهم وصلنا في الآخر إلى قضايا. أنت بدأت القضاء من إمتى؟ بدأت القضايا من سنة 11. طيب خلينا نرجع تاني ل 2006 لما حضرتك قررت تعمل مصنع لحلق الأقطان. هي صناعة. بالظبط. هي صناعة كبيرة جدا. صناعة. كلفك كام المصنع ده أو المحلق ده؟ أنا خدت طلبت الكلام ده، عملت الدراسة الفنية وعملت يعني طبعا لفيت في بحري في حوالي 6-7 محالق. اشمعنى القطن بالذات؟ أنا كنت غاوي هذه الصناعة، إن أنا وأنا كنت مهندس ري صغير كنت بمر على الغطان كتير، كان عجباني حتى اللوزة بتاعت القطن وهي طالعة. المهم حضرتك عملنا هذا المحلق من سنة 6، قدمنا للبنك الأهلي المصري، هو الحقيقة أستاذ البنوك في مصر، وجدوا إن الدراسة بتاعتي سليمة، ادوني تمويل حوالي كان 6 مليون جنيه ساعتها، انا تقريبا ساهمت بحوالي مليون كمان معاه. يعني 7 مليون عملت كل الدواليب. 7 مليون عملت هذا الكلام اللي هو يساوي دلوقتي اكتر من 250 مليون. مصنع 40,000 متر ومحلق بحجم ده، كم دولاب عندك من الدواليب دي؟ 72 دولاب، مكبس هيدروليكي، سيبريتورز بتجيب كل حاجه اوتوماتيك، كل ده انا عملته ب 6 مليون جنيه او 7 مليون جنيه.
تمام، عملنا المصنع والبنك الاهلي سندنا بقوه، صح كده؟ بالظبط يا فندم. وانشات هذا الامر وكان المفروض علينا اصاب بنسددها سنه 8 في اخرها، ربنا رزقنا بالشركه دي عملت هذا المشكله. بدأنا نشوف القصة، لقيت إن الحلول الودية كلها مش جايبة نتيجة، دخلنا لجنة التحكيم مش عارفين، لغاية سنة 11 بدأنا نرفع قضايا. توجهنا مرة أخرى إلى البنك الأهلي، حكينا لهم القصة بالظبط وقال الموضوع وادي الورق وادي الرقم والمستندات كلها. البنك الأهلي أولا هو عندهم يعني اسمح لي أقول لحضرتك خبرة في مثل هذه الحالات. تمت الدراسة إزاي؟ عايز أفهم حضرتك الدراسة تمت إزاي لموقف شركة الفريد؟ هم الدراسة تمت اولا توردت القطن، المستندات بتاعت توريد القطن. طيب هيئة التحكيم لما عملت، هيئة التحكيم دي هيئة رسمية طبعا، طلعت عليهم فلوس كذا، ادفعوا فلوس كذا، ما دفعوش، عملنا القضايا، رفعنا القضايا. الكلام ده كله شافوه. طيب الكلام ده عند البنوك عمال يركب في فوائد تاني عليه، بتتكوم عليه فوائد اخرى، اقتنعوا بالكلام، قال لك نعوم هذه الشركة، ان الشركة دي كانت شغالة كويس، وشركة واضح انها يعني مثلا محرك زي ده عمل ما يخرش المية. عملوا لنا جدولة في بقى يدونا فلوس. القرار بعد قد ايه من احنا نساند هذه الشركه مره اخرى؟ هقول لحضرتك يمكن بعد ما قدمنا الناس سريعه، يمكن ما فيش 3 شهور. اول سنه اداني 50 مليون جنيه رغم التعثر. رغم التعثر هم ما هو بدراستهم هم عارفين ان انا بشتغل وانا تاجر شاطر. يعني هو ايقن ان انت لازم تقوم تاني. لازم اقوم تاني. اه وهو في نفس الوقت يعني هو برضه انا هو بيحصل فلوسه وبيوقفني انا، لان كل العمال دي لو مشيت وقفلت الشركه مش هستفيد حاجه، ولا مصر هتستفيد حاجه، ولا مصر هتستفيد حاجه. صحيح، الناس دي كلها هتتحول الى شيء مش 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 كويس. خلي بال حضراتكم، محلق الفريد في معصره للبذره لانتاج زيت القطن الخام قبل التكرير، وكسب بذره القطن اللي بتاخده مصانع الاعلاف لانتاج الاعلاف الحيوانيه والداجنه. وبالمناسبه المحلق شغال النهارده بكامل طاقته لانتاج 300 انطار قطن شعر، يعني حوالي 1000 انطار يوميا في ورديات التشغيل الثلاثه. انت النهارده محلك كبير، بنخرج قطن وبنخرج بذره وبنخرج للعصير كسب اسكارتو صح كده؟ الاسكارتو ده اللي بتعمل منه المراتب والبتاع والطنجيد والحجام ده. انت بقى محتاج تكمل صناعات. انا عايز اعمل مصنع قطن طبي، انا بستورد القطن الطبي من بره. تمام. طب انا عندي اقدر اعمله من جوايا، ليه هصرف دولار؟ والبذره بتاعتك مش عايز تعصرها؟ والبذره بتاعتي عايز احصرها واكررها وهدرجها. ايه العائق النهارده تبدا تنفيذ المشروعات دي النهارده؟ بعد ما خلصت انا خلصت الدين اللي عليا. هلجا السنه دي للبنك الاهلي واقول لهم والله الوقت كذا، وادي الدراسه، انا عامل الدراسه خلاص، ادي الدراسه بتاعتي وادي الناس وادي هياخدوني في دراسه برضو، هتاخد لها 3 4 شهور وان شاء الله انا متاكد ان هم هيدوني برضو. حجم الاستثمار قد ايه المطلوب؟ لا حجم يمكن هيبقى كبير شويه، يعني ممكن إيه؟ ممكن يعني يدخل فيه اكتر من 60 مليون القطن الطبي. طب والزيت والتكرير؟ يعني هاخد لي 100. انت حضرتك بتخدم من هنا على كم محافظه وبتحلق لكم محافظه؟ انا بحلق بني سويف، الفيوم، المنيا، اسيوط. تمام. 4 محافظات. انا بطلع احسن تصافي 126 ما بتحصلش على مستوى الجمهوريه. عشان نقل القطن من محافظه لمحافظه اعتقد انه محظور. لا انا كلنا بنزرع 95، فطالما مفيش مشكله واحد نفس الصنف عشان الحفاظ على الاصناف. ما اقدرش اجيب من بحري معلش. تعالوا بقى نقابل المحاسب سعد عبد اللطيف، مدير المنطقة الإقليمية لشمال الصعيد 2 في بني سويف والفيوم في البنك الأهلي المصري، واللي هيشرح لحضراتكم عملية الإنعاش اللي نفذها البنك لمحلق الفريد. البنك الأهلي المصري كان القرار مساندة هذا المشروع، مشروع كبير جدا لحلق الأقطان. تمام. كنا ممكن نقول احنا عايزين مديونية وعايزين القرض وعايزين قيمته وعايزين الفوائد بتاعته ومش مهم المستثمر ولا المشروع، ولكن كان القرار الحاسم ضرورة المساندة وبأرقام كبيرة جدا. طيب أنا عايز أعرف إيه شعرة معاوية اللي تخلي البنك الأهلي المصري يساند مشروع ويدخله غرفة الإنعاش ويبدأ يفوقه من جديد، وإيه اللي يخليه يقول لأ هذا المستثمر لازم يسدد اللي عليه وفورا؟ تاريخ العميل معنا، الهستوري بتاعه. العميل معنا بدأ من 2003، بدأنا تمويل تجارة الأقطان بشركة توصية بسيطة، وبدأ معنا بمبلغ صغير، بدأ يكبر، وكل سنة كنا بيحصل نمو في أرقامه في مبيعاته، وكان البنك بيكبره ويكبر معاه. في 2006 حضرتك طلب إن هو يعمل مشروع حلق الأقطان، لأنه كان تجارة أقطان بدأ يتوسع وفكره يكبر. يعني إحنا بنثق فيه من فترة تجارة الأقطان. من تجارة الأقطان بدأنا من 2003. الهستوري بتاع العميل معنا كان زي الفل. لما جاء اتقدم بدراسة جدوى إن هو يعمل محلق لحلق الأقطان،
درسنا طبعا المحلج وشفنا الدراسات الجدوى المعتمدة المعدة عن النشاط، دراسة تسوية ودراسة فنية ودراسة مالية، درسناهم وتعرض على لجان عندنا وطلع القرار من البنك الآلي بالموافقة على تمويل النشاط، وخاصة عرفنا ان في فجوة برضو في حلق الأقطان عندنا برضو. صحيح. فعلا مولنا المشروع ورهننا عليه واشتغل وزي الفل، وسدد في فترة قصيرة جدا التمويل الاستثماري اللي تعاطى المحلج هنا. بدأ برضو بعد كده بعد 2006 بعد سدده خلال سنتين ثلاثة كان مسدد، اشتغلنا معاه برضو التمويل تجارة القطن، كنا بنموله سنة بعد سنة بزيادة، وكان بيسدد بانتظام ما فيش أي مشاكل خالص. أنا مبسوط من حاجة بس لازم أقولها. اتفضل. ودي شهادة إن حضرتك فاهم الصناعة أوي، فده ممتاز جدا. ما أنت مش هتعرف تمول وتفهم دماغ المستثمر غير لما يحس إن أنت شريكه في الصناعة. أنا بزرع قطن عندنا في البلد. فطبعا كنا عارفين زراعة، يعني المحصول القطن دايما بيبدأ من شهر 9 شهر 10، كنا دايما بنبدأ في الدراسة بتاعتنا من شهر 7 بنبدأ نشتغل، نبدأ نعمل دراساتنا والميزانيات ونشتغل مع العميل، ونبدأ عقبال ما يجي القرار بتاعنا بالمنح يكون الموسم بدأ، يجيب لي شهادة ايداع نمول عليه. احنا بندرس كل حالة، كل حالة كيس باي كيس. ما فيش حاجة اسمها إن أنا هعمل كله هفوقه. لا يا فندم، لا لا, لا الجاد كيس باي كيس نسانده ده بلا شك طبعا. البنك بيدعم ده اموال مدعين بالظبط كده سعادتك، وقفنا مع العميل وجدولنا له المدنيه وهيكلناه، وبدانا نعومه وعطنا له قرض تاني عشان يبدا يشتغل ويسدد القديم مع الجديد، والحمد لله رب العالمين العميل ملتزم جدا في السداد. يعني كان قرار صائب جدا من البنك انه يعوم العميل وياخد منه فلوسه القديمه بتاع المودعين حضرتك وحافظ عليها ويقوم العميل، والعميل بيسدد وزي الفل طول ما العميل جاد البنك بيقف وراه. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس عمرو أحمد فريد، العضو المنتدب لشركة الفريد لحليج الأقطان، وهو المسؤول عن القطاع الإداري والتشغيل والمبيعات، وهيوضح لحضراتكم الأسواق المستهدفة للأقطان المصرية. خليني أقول لك أن أنا من أجمل الحاجات اللي بشوفها في المحالج هو المشهد اللي قدامنا ده. لله. الأقطان المصرية بعد حلقها اللي جاهزة للمغازل وجاهزة للتصدير. خلينا نتكلم على القطن المصري وتصديره، أخبارنا إيه؟ بتطمننا؟ والله الحمد لله، ديك حضرتك شايف القطن هو يعني طبعا البلد دي كلها بتطلع يعني إنتاج محلي وفي تصدير، التصدير بيبقى لدول زي باكستان والهند والصين، وفي طبعا مغازل هنا برضو بنودي محلي برضو، يعني محلي وتصدير. النهاردة انطار القطن وصل سعره 13,000 جنيه، وفي شوية قطان كده وصلت ل 16,000 جنيه. بالظبط. السوق العالمي اخباره ايه؟ هيقبل الاسعار دي؟ والله هو لحد دلوقتي يعني لسه، بس يعني احنا ان شاء الله يعني بنقول بعد ما يعدي شهر واحد باذن الله هيكون في اقبال على القطن، باذن الله هيبقى في تصدير كويس يعني ان شاء الله. يعني المزادات لما اتفتحت وما زالت وزارة الزراعة بتنادي كل المزارعين يا جماعة سلموا الأقطان اللي عندكم، لأن آخر حاجة نهاية فبراير، نهاية فبراير حوالي 24-25 هنقفل باب استلام الأقطان. صح. عشان يحصل عليها المزادات. بالظبط. طيب القطن اللي بيطلع ب16 و13 و14 ده أخبار السوق العالمي إيه؟ هل الأسعار العالمية تستوعب الكلام ده؟ هل المصانع في العالم هتستوعب الكلام ده؟ والله إن شاء الله هتستوعب بإذن الله، ويعني ما فيش قطن بيقعد لأن خلاص هو التصدير جاي وكله بيطلع تصدير دلوقتي. السعر العالمي عامل إزاي النهاردة في الأقطان؟ والله هو حتى الآن حتى هذه اللحظة كان شغال 155 سنت. طب أنت شايف أن منظومة التسويق دي منظومة جيدة النهاردة؟ والله يعني إحنا بتواجهنا طبعا برضو بعض التحديات يعني مع المنظومة، ولو في أي عيوب أو كده برضو بنحاول نوصل للمسؤولين فيها. التحديات اللي بتواجهك؟ يعني مثلا برضو من ضمن التحديات يعني مثلا أحيانا بيتعمل مزاد النهاردة مثلا وليكن 50,000 إنطار اتوزع على شركات، كل شركة خدت نصيب منها، فبتلاقي ممكن مثلا الفلاحين بعد كده بتمتنع عن تسليم القطن للشركات. ازاي؟ مش هو سلمه لا في الاخر بقى لما بيعجبوش السعر الفلاح فبيمتنع عن تسليم القطن. ده من حقه، هو المفروض بقى المنظومه هي اللي تحط الحاجات دي. طيب ده تحدي. خلينا اقول لك على حاجه، زمان كان انت بتتعامل مباشره مع المزارع صح ولا لا؟ بالظبط. بيجي لك لغايه هنا يسلمك القطن بتاعه يتهالج، انت بتشتري منه بتدفع له السعر المتفق عليه والمعلن للقطن في مصر. بالظبط. النهارده الفلاح بيروح يسلمه لمزاد. اه بالظبط. منظومة التسويق كبيرة جدا، الدولة أقرتها واعتمدتها من خلال الحكومة. المنظومة دي أنت شايف إن هي مجدية للمزارع ومجدية للمحالج والشركات الخاصة بالغزل؟ هو برضو للأسف الشديد هي أحيانا بيخش حلقة وصل ما بين الفلاح وما بين المنظومة. بمعنى؟ يعني في برضو بعض التجار بيخشوا ما بين المنظومة وما بين الفلاح، بيروح للفلاح يديله فلوسه كاش عشان فلوسها هتأخر من المنظومة، فالفلاح بيرتضي السعر اللي بيديه للتاجر، والتاجر أحيانا هو اللي بيوصل للمنظومة. عايز تقول ان اللي بيستفيد هو التاجر او الجلاب وليس المزارع؟ بالظبط. هي دي برضو عايزه يعني ايه تبقى المنظومه تبقى رقيبه عليها شويه. يعني الانطار اللي اتباع ب 13 و15 و14 ده الفلاح ممكن يبقى واصل 9 و10
بالظبط كده. طب هل التاجر من حقه يدخل مزاد؟ لا طبعا. ان يسلم قطن؟ لا طبعا، هو ما بيخشش رسمي. ما بيخش ازاي؟ هو بياخد بقى زي حيازات من الناس وكده، وبياخد بقى على تنازل. بالظبط كده، ويسلم لكن هي مش رسمي طبعا. منه. بالظبط كده. دلوقتي هنقابل إيهاب زكريا علي المدير التنفيذي لمحلق الفريد، وهيكلمنا عن خطة التشغيل والاستغلال الأمثل لأرض المحلق بإنشاء مصنع لتكرير الزيوت والقطن الطبي والخيوط من الأقطان المصرية. 72 دولاب، عندك عمالة كلها خبرات كبيرة جدا، عايزين نعرف الانتاجية هنا عاملة ازاي والتشغيل، كلمنا عنه. احنا محلق الفريد في المنطقة الصناعية بيض العرب بني سويف، من احد الشركات اللي بتشتغل في تجارة الاقطان، وعندنا محلق قطن بنحلق الاقطان للغير. بننتج المواصفات في القطن عالية، بنوصل ل 126% في القطن الشعر و 73% في البذرة. عندنا عمالة ثابتة وعمالة مؤقتة، بنشتغل في المحلق علشان خاطر نوصل لمواصفات اللي احنا نحافظ فيها على القطن المصري. بنحاول ان احنا نشتغل بكل قوة علشان خاطر نوصل لطاقة تشغيل اعلى. عايز اعرف حاجة، احنا القطن شغله شهرين ثلاثة وبعدين المحلق ده بيقف؟ احنا بنشتغل بداية شهر 9. أيوة. وبنوقف شهر 3، بعد شهر 3 بناخد اجراءات ان احنا بنعيد صيانة المكن من اول وجديد، وبنحاول ان احنا نعمل عمره للمكن عشان نحافظ عليه، بنحافظ على المواصفات اللي طالعه من القطن. وبعد كده عندنا معصره، بناخد البذره اللي طالعه نعصرها في المعصره، تطلع زيت بذره قطن خام. لسه ما وصلناش لمرحله التكرير. التكرير طبعا لسه ما وصلناش ليها. ما دي الصناعه قلنا لازم تتعمل هنا. دي من الحاجات الشديده قوي جداً. المهمه جدا اللي احنا بنحاول ان احنا نسعى لها، اخرنا لها كتير، كان المفروض ان احنا ناخد خطوه اكبر من كده، بس كان في عندنا وعندنا بذرتنا وعندنا زيتنا كتيرة. يعني لو خد 5% من احتياجات السوق هنقلل الواردات بتاعتنا. محتاج هنا عماله ناقصاك، احكي لي كده العماله هنا عامله ازاي. احنا شويه مش بنحس بالموضوع ده، ان احنا زي ما بقول لحضرتك احنا بنعمل صف تاني. يعني لو عندي خبره موجوده بنعلم اللي بعدينا. وساعه ما جينا اسسنا المحلق كان عندنا خبراء اتراك، استعنا بيهم ودربوا العماله اللي موجوده، والعماله دربت العماله، واستمرينا ان احنا برضو بنحاول نطور. يعني ما بنقفش عند حاجه معينه، بالعكس لو في معدات جديده بنحاول نجيب. احنا عندنا مكبس هيدروليكي عالي جدا، وبنحاول ان احنا نجيب مكبس تاني علشان بدل ما يبقى الطاقه 1200، لا احنا ممكن في وقت قليل نخلص بسرعه، فيبقى عندنا قوه تشغيل اكبر. الشروط واضحة في البنك الأهلي المصري لإنعاش مشروع وإنقاذه من التعثر: الجدية والوضوح ودراسة الجدوى اللي تأكد أن مساندة المشروع المتعثر معناها عودة تحقيقه للربح، والحفاظ على مكتسبات وحقوق العمالة وسداد مستحقات البنك الأهلي المصري. وبجد فرق كبير جداً أنك تنفذ مشروعك وانت في ظهرك بنك كبير زي البنك الأهلي المصري، يطمنك ويساعدك في مواجهة التحديات اللي بتقابلها، وفاهم احتياجاتك، وحتى لو تعثرت لظروف خارجة عن إرادتك يكون سند ليك ويصبر عليك، وده الأهم. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي المستثمر محمد دابس، والذي نجح في الاستحواذ على مطاعم بونابتي الشهيرة في مصر وتطويرها وزيادة عدد فروعها من 7 مطاعم إلى 23 مطعم، إلى جانب تجهيز 12 مطعم للافتتاح خلال العام 2024. ويكشف عن موعد منح حق الامتياز للعلامة التجارية بونابتي في مصر والوطن العربي.